واش نقول لك بصراحه، فاولا شكرا على الاستضافه، الاستضافه ديالكم داخل الموقع ديالكم المحترم من 24. ثانيا يعني صراحه الكلام على الحي محمدي، يعني الانسان كيوصل تيوصل، يعني كنعرفوا ناس يعني وصلت وصلوا كما كنقولوا في الدارجه ديالنا، وملي كيبغيو يتكلموا على الحي محمدي كيتكلموا عليه بواحد الاجلال، بواحد التقدير، بواحد كذا، ولا ادل على ذلك هو شفنا كيفاش الملوك تكلموا على الحي محمدي. فبالتالي ما نحتاجوش شي يعني شي عمل معين، قناه كما بغات تكون ولا كي منبر اعلامي كما بغى يكون، غيعطينا تقييم لواحد واحد 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 المكان اللي ماشي مكان عادي في المغرب. احنا انا كنتذكر انا حاصل على الاجازه، فانا من بالاجازه اللي حصلت على اجازه في الاعلام، والعمل اللي كنت يعني اشتغلت عليه العربي الزاولي، هو شخصيه واحده من الحي محمدي غير العربي الزاولي. ملي اشتغلت انا على العربي الزاولي والشغل ديالي انا يعني يعني الزملاء استغنى على العربي الزاولي، اكتشفنا ان هذه الشخصيه ماشي شخصيه عاديه. يعني سبق لي اشتغلت على خير بزاف، ولكن اشتغلت على العربي الزاولي اكتشف، يعني كنتكلم دابا انا كنتكلم على العربي الزاولي ما كنتكلمش على الحي محمدي، انا نجي للحي محمدي وغنتكلم عليه، يعني كنتكلم غير على شخصيه واحده الحي محمدي، كت يعني كتعرف العظمه ديال هذا الحي. كتجي تتكلم على الطاس يعني حاجه اخرى، كتجي تتكلم على الفرق الغنائيه والفرق الموسيقيه الفرق الرياضيه الابطال اللي تخرجوا من الحي محمدي. فبالتالي قبل ما نتكلموا على المكان وعلى الفضاء ديال الحي محمدي، غنتكلموا على الناس اللي دازوا من الحي محمدي، اش نجيب لنا هذا الحي محمدي. يعني وانا كنعرف يعني كنشتغل داخل الاعلام وكنعرف المقومات ديال العمل الاعلامي الناجح، كنعرف كيفاش كيدوز الروبورتاج، كنعرف كيفاش خصو يكون الروبورتاج ولا التحقيق ولا، وانا اتفرج في البرنامج ما نقدرش نصنفه يعني في هاد الاجناس الصحفيين اللي كنعرفهم اللي متعارف عليهم. فاذا يعني العمل يعني اثار مجموعه ديال الاستفهام، يعني استفهامات كبيره، وانا استغربت كيفاش ان مثل هاد الاعمال تدعم، كيفاش ان مثل هاد الاعمال تدعم. وحنا شباب، انا باقي اتذكر انا اشتغلت على تقريبا جوج مواضيع في الحي محمدي، اشتغلنا على العربي الزاولي، اشتغلنا على درب مولاي شريف، وكان عندنا يعني كانت عندنا طموح اننا نشتغلوا على مواضيع كثيره في الحي محمدي. الا جيتوا غير زعما اي واحد سواء في الحي محمدي ولا خارج محمدي جا الحي محمدي غادي يقلب يعني في كل يعني في كل منطقه ولا في كل بلاصه، يعني كل ركن في الحي محمدي راه هو تاريخ، ممكن تكتب عليه كتب، ممكن دير عليه. نعطيكم امثله كثيره، مشي تعوين شامه يعني دير تبغي تدير يعني بغيت دير فيلم على عوين شامه ممكن دير عوين فيلم. درب مولاي شريف، مقاطعه ديال درب مولاي شريف، مسجد ديال عبد الرحمن، يعني بزاف يعني كل حاجه قلت يعني كل اسم قلته لنا يعني راه عنده واحد الدلالات الكبيره، دلالات تاريخيه، دلالات معنويه. وخصنا نعرفوا انه حتى حنا تكلمت على ان الملوك، لان المغرب يعني الحي محمدي عفوا يعني ارتبط يعني يعني بالمقاومه، كما كنعرفوا انه كان من بين اكثر الاحياء شراسه في المغرب راه هو الحي محمدي. يعني اكيد ان الناس القدام كاملين كيتفكروا ان محمد الخامس كان كيجي يخطف في الحي محمدي، كانوا كيقولوا ليه ملك ديال الحي محمدي، ملك كاريون سنترال. فبالتالي الحي محمدي اكبر بكثير من هذا البرنامج هذا اللي درته هذه القناه هذه، اللي انا لحد الان يعني واخا يعني فات واحد المده طويله على العرض ديال البرنامج، ولكن انا اثرت نتكلم اليوم لانه لحد الان القناه الثانيه باقي ما اعتذراتش، راه المغاربه باقي كيتسناو القناه الثانيه تعتذر، راه السلوك اللي درته القناه الثانيه راه غير مقبول، راه الحي محمدي اكبر مما صور. نعم هذاك واحد الجزء يعني واحد الجزء ديال واحد الناس معينين، واحد الشباب اللي الله يرضى بهم، كنقولوا في نهايه المطاف الله يرضى بهم، كاينين كما في الحي محمدي كاين جميع الاحياء، ماشي في المغرب في العالم. ولكن حنا بغينا الا بغينا نعالجوا ظاهره ما غاديش نعالجوها من خلال الحي اللي معروف بالعراقه ديالو الى اخره. على الاقل يعني هذه القناه وحنا كنفهموا شويه في المقومات ديال العمل الاعلامي اللي كيكون مقبول، انها كانت خاصها يعني تعالج، يعني بغات تعالج واحد الحي خاصها تعالجه من جميع النواحي. يعني كما صورات لنا راه الحي محمدي فيه واحد الوليدات اللي الله يرضي بهم بليين كذا الى اخره، راه خاصها تبين ان الحي محمدي راه فيه فنانين، راه فيه قضاة، راه فيه لاعبين، راه فيه. فبالتالي تقزيم ديال الحي محمدي من خلال العمل يعني كيطرح واحد المجموعه ديال التساؤلات، وانا لحد الان كنتسنى الهاكا انها هي تتكلم. ما عرفتش انا علاش يعني القطب الاعلامي المغربي باقي ما تكلمش، وحنا كنعرفوا ان الحي محمدي والرمزيه ديالو في المغرب راه من بين اعرق الاحياء، الا ما قلتش اعرق حي في المغرب، الا ما بغيتش نبالغ ونقول راه فوالا راه الحي محمدي الى جانب بعض الاحياء راه هي من اعرق الاحياء اللي كاينه في المغرب. راح شوما ان الحي محمدي طاس، الحي محمدي المشاهب، الحي محمدي ناس الغيوان، الحي محمدي حنا الان في واحد المكان اللي هذا المسرح هذا راه التاريخ ديال هذا المسرح هذا مسرح الحي، يعني مسرح مركب ثقافي الحي محمدي راه كذلك هو تاريخ، هذا الفضاء هذا راه تاريخ، واحد التاريخ اللي كبير. فبالتالي
انا ما عرفتش حق الكلمه كتهرب، ولكن انا الان اطالب قناه ثانيه انها تعتذر على العمل، خاصها تعتذر وتخرج وتقول الناس فعلا انا درت واحد العمل، وعمل كان يشوه واحد النوع يعني من نوع من انواع الحي محمدي، وانا اعتذر، وبالمقابل دير اعمال اللي كتعرف بالحي محمدي كما هو. ما كنطلبوش احنا من القناه الثانيه ان تزين لنا الحي محمدي، لا كنطلبوا فقط جبنا اللي كاين، تصور الحي محمدي من جميع الجوانب ديالو. كنشكر هذا المنبر هذا على الاستضافه، وكنعاود ناكد كنطالب بالقناه الثانيه انها تعتذر. اعتذري، وانا ولد الحي محمدي وافتخر. والسلام عليكم وشكرا على الاستضافه. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.